كيفاش الاحساس ديالك اليوم ان قناه شوف تي في وصلت لعندك؟ هي قلبت عليك وجات عندك واكتشفتي بان داك فاطمه الزهراء اللي كدير معاك الانترفيو دابا ماشي هي اللي كانت كتغوت عليك في ارقام اخرى؟ انا تفاجات فاش لقيت شوف تي في، لانني انا اول حاجه كنقلب على شوف تي في وكنقلب على الاعلام الحر، ولكن ملي اتصلت بيا واحد الانسان اخرى قالت لي واش عندك شي معطيات اخرى من غير هاد الوراق هادو اللي عندك؟ قلت لها ما عنديش هادشي عندي. شنو منصب اتصلت؟ اتصلت بيا قالت لك باسم فاطمة الزهراء وقالت لي شوف تي في، قالت لي واش عندك شي معطيات اخرى باش يمكننا ندخلوا في هذا الموضوع راه كبير. قلت لها عندي الشكايه وعندي هذا التنازل ديال الاب ديالها. قالت لي هذا الشيء ما كافيش وما يمكنناش نقبطوا هذا الموضوع هذا ديالها. تفاجئتي بان ماشي اليوم تفاجات بان هذه السيده هذه عمرها ما هضرات معايا وعمر شوف تي في ما هضرات سميتها. انت كتظن ان شي حد من انا شي واحد اللي ما بغانيش نوصل لهذه القناه هذه وباش نصور معها ولا نقول الحقيقه ديال هذا الشيء اللي واقع لهذا الاذاعه مشكوره.